سيد الرئيس، أنا جدة الطفلة الفلسطينية فاطمة المصري التي توفت في مارس الماضي بعد أن حرمتها السلطات الإسرائيلية من الحصول على تصريح خروج من قطاع غزة تلقي العلاج. أتحدث إليكم نيابة عن المنصب الأوروبي المتوسط لحقوق الإنسان ومنظمة جيوة. فاطمة التي ولدت بعد انتظار 8 سنوات من عدم القدرة على الإنجاب كانت طفلة ذكية وجميلة ملأت حياتنا بالبهجة والسرور، لكنها توفت في عمر 1 سنة و8 شهور بعد أن تركتها السلطات الإسرائيلية تختنق ببطء بسبب الثقب في القلب، كانت تحتاج إلى علاج عاجل. بعد أن حصلت فاطمة على التحويلة الطبية للقدس، كانت فاطمة بحاجة إلى الموافقة الإسرائيلية لسمح لها الخروج من غزة لتلقي العلاج، لكننا قدمنا 5 طلبات متتالية للحصول على التصريح، جميعها قبلت بالرد ذاته الطلب تحت الدراسة. السيد الرئيس، حالة فاطمة ذات العام وثمان شهور لم تستدعي كل تلك الإجراءات وكل هذا الوقت للفحص الأمني والانتظار، فما الخطر الأمني الذي تشكله فاطمة على إسرائيل إذا ما خرجت للعلاج؟ فاطمة التي كانت تمثل لنا كل شيء في هذه الحياة هي واحدة من العشرات الذين فارقوا الحياة بسبب سياسة المماطلة الإسرائيلية في منع مرضى القطاع تصريح الخروج، كان آخرهم الطفل فاروق أبو النجا ذو 6 أعوام. المجتمع الدولي والدول الأعضاء في هذا المجلس مطالبون بالوفاء بالتزاماتهم والضغط على إسرائيل لوقف سياسة القتل البطيء ضد مرضى غزة الذين يسقطون ضحايا الحصار المستمر منذ 16 عام.